الله طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الترم الأول مع كتاب ميجا جول 2.1 وموعدنا مع يونت 3. يلا يا شباب نخش على درس الليسن اند ديسكاس، ورق العمل الرائع نكمله. طبعا كلمة كوزي معناها شيء هادئ وجميل، كوزي. لحظة، مش كوزي كوزي ومندي يعني ومصبي، لا كوزي هذه كوزي كوزي، اوكي، معناها مكان هادئ ودافئ. يا اخوي هنا هذه كوزي. فورست الادغال، سكوبا دايف يعني الغطس، الغطس العميق، عكس سنوركلينج. لودج يعني يحمل، لودج او يسكن، لودج يستوعب. اوكي، ايكو سيستم نظام الحياه البريه، ماجيكال يعني سحري. نمبر 1 اقرا يا اخويا. Last summer I learned how to plank and it was an amazing experience. قولها experience، اتعلم يا هطف. طيب هنا بقول لك انا اتعلمت ازاي وكانت مره خبره حلوه. تو ايه؟ كوزي ولا فورست ولا سكوبا دايف؟ سكوبا دايف. شاطر، هذه نمبر 1 سكوبا دايف يا شباب، يعني الغطس العميق. Number two, it's important. It's important to protect the to keep the in. لو تقولها صح هقول عليك بطل. Environment. لا 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 بلا 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 بلا، خربت الدنيا. Environment. شاطر، يعني environment. ما أدري. البيئة. يا بيئة. Environment يعني البيئة. تحافظ على البيئة، تحافظ على نظام الايه الايكو، ها؟ ايكو سيستم، اقرا. ايكو سيستم نظام الحياة الطبيعية البرية. I booked، يعني هنا خلي بالك هنا book بمعنى يحجز مش كتاب. I booked a quiet ish in the forest for our weekend getaway. I booked cozy؟ لا، a quiet cozy؟ لا. Lodge. مكان سكن أو إقامة. هنشوف إذا كانت صح ولا غلط من باقي الكلمات. زمان performed a trick that I left everyone amazed. That left عمل خدعة. خدعة ايه؟ ها من فوق خدعة؟ خدعة ماجيكال. ماجيكال سحرية. زي مرة قول خدعة ايه؟ سحرية. وشك في الحيط وقفك ليا. طيب. طيب نمبر 5. We went for a hike. هايك يعني صعود جبال بالدراجات. In the فراغ and فراغ in the blank and saw lots of beautiful trees in the كوزي. غلط. فورست يعني الغابة الأدغال. الله أكبر الله أكبر. الغابة أو الأدغال هذه نمبر 5. وأخيرا my favorite spot in the house is the corner by the fireplace. fireplace يعني دفاية مدفأة، يبقى مكان دافئ. كلمة كوزي. كوزي ولا مندي؟ صح. الله أكبر الله أكبر. كوزي هذه نمبر 6. اوكي كوزي يبقى هو قاعد جنب الدفاية. الله ايش. طيب يا شباب، ريسنت وكوزي وتراديشنال ويونيك. يونيك يعني وحيد. الطلاب يقولوا لي يا استاذ يونيك، تيتشر يونيك، كيف حالك؟ اوكي يعني وحيد من نوعه او فريد. ريسنت معناها ريسنت يعني مودرن. كوزي معناها ايش ترى هذه؟ اوه في هنا مشكله. هو يبغى الانتونيم. يعني ايش الانتونيم؟ يعني الضد. نرجع ريوس. كوزي عكسها uncomfortable يعني غير مريح. تراديشنال تقليدي عكسها مودرن حديث. يونيك يعني عكسها كومون يعني شائع، منه كتير ما هو وحيد ولا شيء. ريسنت عكسها اولد. وضحت؟ هذه كانت الورقة الأولى، نروح على الورقة الثانية الدرس الجرامر. يلا بينا. طيب هنا يا جماعة سيركل جرامر يونت اللي هي 3 جرامر. يقول لك حط الادفيرب اوف ديجري. ادفيرب اوف ديجري يلا نفتكر مع بعض. اوف كلمة فرانكلي بأمانة بكل صراحة. كوايت جدا. extremely بطريقة هائلة. fortunately لحسن الحظ. كل دي الادفيربس اوف ديجري. دو اس شون ايش المطلوب؟ حط rather. the tea is hot هتقول بلا 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 the tea is rather hot. حط rather قبل hot وشكرا.
other. معلش الخط خايس بعتذر. hot. I have done the homework. I've almost done. I have almost. حطها قبل الفعل. almost done the homework. okay. he didn't work hard enough. هتحط enough فين؟ قبل الصفة ولا بعدها؟ بعد الصفة. he didn't work hard enough. يعني هتقول بلا 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 وتحط بعد كلمة hard enough في الأخير. إن enough بالقدر الكافي تيجي بعد الصفة في نهاية الجملة. منفية أو سؤال. حط choose. اختار the coffee is I can't drink it. وطبعا في صفة هنا المفروض يعني it's too hot. مرة حارة. لأن very تقدر تشربها. يلا نكمل. تعالوا شوف كده يا شباب درس الكونفرسيشن. باسنجر يعني ايه؟ حد عارف تعرف يا عاد؟ باسنجر الراكب او المسافر. هذه هي باسنجر. ايوه. ايل الاس سايلنت يا محمد. هو حد يقولها ايسل؟ والله ايسل هذه اقول له هطف. ايل يعني ممر. ممر ايل هذا اللي هو في الطياره بين الكراسي يقولون عليه ايل. اتندنت المضيفه هذه اللي فوق. بوردينج باس يا اخي حسن مش عارف اكتب اسمها ايه. بوردينج باس. باس باس بوردينج باس اللي هي البوردينج اللي تطلع بالطياره عارفه؟ ايوه التذكره بمعنى اصلا. غير التذكره البوردينج بتاخده بعد الكاونتر عشان تعدي بيه للطياره. من غير البوردينج يبقى انت ما هتطلع الطياره. والله البوردينج اللي بيعطيك اياه راعي الوزن دخول الطياره. ايوه بطاقه صعود الطائره من غيرها ما تطلع الطياره. طيب يا عسل. كرامي كرامي دراج ريد اي. اي دونت جيت ات. كرامي ودراج خيبه امل. اي دونت جيت ات. طيب هي واز رانينج تو كاتش وات. كان بيلحق ريد اي رحله ليليه. ريد اي يعني حاجه فيها سفر. هذه 1 اور هوليداي واز ا بيت اوف ا بيت اوف دراج ولا دراج صح يعني خيبة أمل. بقول لك I had a crummy flat يعني شقة مرة خايسة. crummy يعني شيء خايس سيء. when I first came here. why don't you follow the change my seat. قال له I don't get it. ماني فاهم عليك يا أخي إيش تبغى؟ إيش كرسي اللي تخبيه يا ولد أنت ولا تبدله؟ هذه الكلمات مرة خلي بالكم منها. بريستين يعني حاجة لسه not spoiled لسه عذراء لسه إيش يقولون عليها. يقول لك النبات ده لسه أخضر لسه ما فسد. لسه بيقول لك الطبيعه هنا عذراء يعني لسه ما فسدت. ريستين يعني لسه ها شباب لسه بطبيعتها. ايوه كونزرفيشن. كونزرفيشن حمايه البيئه. the action of cutting. لا careful protection. careful protection حمايه مكثفه. deforestation تقطيع. هذه معناها تقطيع الاشجار. the action of cutting down تقطيع الغابات والاشجار يا محمد. lush كلمه lush. abundantly green fertile حاجة لسه خصبة خضرة لسه خضرة لسه حاجة لسه طالعة من الأرض لسه بزكاوتها يعني. هذه اسمها lush. وضحت؟ يلا نكمل. آخر درس يا شباب unit 3 ميجا جول 2.1 الترم الأول سنة ثانية ثانوي اللي هو بيكون form meaning and function عبارة عن جزء grammar. يلا محمد. they are going to اقرأ. they are going to blank blank قولها بلانك الفراغ بلانك. soon soon they are going to ايه؟ going to بعدها الفعل ماله؟ مصدر يعني base form يعني infinitive يعني اي واحد في الثلاثة. يا ويلك لو قلتها غلط. يعني دي بقول لك مصدر يعني هطف يعني من غير اي اضافات. sleep sleep صح. ركز يا اخوي. علي is a عايز اقول ولد ذكي. وترى ممكن تجيبها باسلوبك. smart boy. الله الله very good. ما ينفعش اقول boy smart. I will واللي بعدها الفعل infinitive مصدر. I will travel. travel very good. number 4 he will probably play the match yesterday. يختار جاب العيد. واللي يعني سوف تقول امس. tomorrow يا احول يا سكوينت. احول يعني سكوينت يا جماعه. s q u i n t احول. they fly to spain next month. حط going to هتقول زي ايه؟ they تاخد is ولا are. they they are. حط going to. they are ها going to ها الى حط زي fly وتكمل بلا 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 خلصت. بلا بلا حط will او going to. maybe لما تحط maybe يبقى will.
maybe he will visit. يبقى blah blah maybe he will visit وتكمل blah 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 الجملة على طول. He will stay. قول where where. لما تيجي تسأل وعندك will والله أسهل شيء اعمل مقص يا أخوي. Where will he stay؟ طبعا ما تقولش at home. والله لو قلت at home يقول عليك هطف. تسأل السؤال وتقول إجابته. زي ما أقول لك وش اسمك يا أحمد؟ أما فجي. طيب يلا رتب. What is he going to خمسة. What is he going to إيش؟ study ستة وسبعة أداة السؤال. What is he going to study؟ ماذا سوف يدرس؟ وبكده خلصنا يونت. حاسب العرق نزح الشاشة كده. خلصنا الحمد لله يونت 3. خلاص يا سنة تانية مالكوش عندي حاجة. خلصنا 1 و 2 و 3 وسنة تالتة 1 و 2 و 3 سنة أولى المساكين 1 و 2. إن شاء الله اليوم في الليلة حاول أخلص لهم يونت 3 بإذن الله. يلا باي باي. السلام عليكم.